الجاغوار الصغير. إنقاذ الحيوانات عمل رائع حقاً. واو. ديجو، هل هو بخير؟ راو راو راو. جاغوار الصغير لديه خدش. لديه جرح. واو. اطمئن يا جاغوار الصغير، نحن سنعتني بك. ربما لدي شيء في حقيبتي الطبية يعالج جرح جاغوار الصغير. حقيبتي الطبية في حقيبة الظهر. قولوا حقيبة الظهر. قولوا حقيبة الظهر. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. جاغوار الصغير مجروح، هل ترون حقيبة دورة الطبية؟ نعم، ها هي. تفكير جيد. يم 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 يم، ديليشيس. أرني الجرح. يقول جاغوار الصغير إن جرحه تحسن كثيراً. هاي دورا، جعلت جاغوار الصغير يتحسن. ربما ستكونين طبيبة في المستقبل. إن جاغوار الآن يبحث عن ديناصور، ربما يأكل رور للديناصور. وإذا رأيتم ديناصوراً قولوا ديناصور. ديناصور. نعم، إنه دراجوريكس. فلنلتقط له صورة. عندما يصبح بمنتصف الكاميرا قولوا كليك. كليك. إنه يدعى ملك الديناصورات. يأكل النباتات وارتفاعه كبرج كرة السلة. هيا نشاهد الآن كل الديناصورات. لنبحث عن المزيد من الديناصورات. عندما ترون ديناصوراً قولوا ديناصور. ديناصور. نعم، إنه اللورد سورس. فلنلتقط له صورة. عندما يصبح بمنتصف الكاميرا قولوا كليك. كليك. إنه يعرف أيضاً باسم السحلية الضخمة، لأن بطنه الكبيرة تجعله قريباً من الأرض. رائع. في هذا الزمن البعيد نحن نغامر الآن، نبحث عن ديناصور. إيك إيك، احترسوا، أنا قادم. ما هذا؟ إنه الديناصور المجنح. عندما يكبر سيصبح أضخم الحيوانات الطائرة على الإطلاق. انحني يا دورا. إيك إيك، واو. حسناً، ربما تواجهه العديد من مشاكل الطيران. أعتقد أنه يتعلم. إنه يتجه إليكم. انحنوا. إيك 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 إيك. ياه، إنه يسقط. أنا سأمسك به. ساعدوني في إمساك الديناصور المجنح. ارفعوا أيديكم أمامكم وامسكوه. أمسكوه أمسكوه. أمسكنا به. شكراً. هلو. انظروا، إنه ابن عم دييغو والجاغوار الصغير. هلو كوزن. Where are you going؟ ذاهبان لحفل ميلاد أختك ديزي. In her palace. We are going too. لنذهب سوياً. نعم، ونرقص في الغابة المطيرة. نعم، هيا بنا. ماو ماو. مامبو 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 مامبو. لنرقص جميعا المامبو. مامبو 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 مامبو. انظر، الطائر الطنان. والتيبر. والكسلان. والجمل. انتظرا، لم أسمع عن جمل يعيش في غابة مطيرة. لنبحث ونرى أين يعيش الجمل. انظروا، أيعيش الجمل في جو ممطر أم مشمس؟
صحيح، يعيش الجمل في جو مشمس. إذن هذا الجمل ليس من الغابة المطيرة. هذا ليس جملاً. من الذي يرتدي زي الجمل؟ سنقر! سيحاول سنقر سرقة هدية دايزي. بسرعة، يجب أن نقول سنقر لا تسرق. قولوا معي: سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق. دوران! شكرا للمساعدة في إيقاف سنقر. هيا بنا. يم 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 ديليشيس. هاي، إنه ابن عمي دييغو. هلو كوزن. هلو دورا. أنا قرد البحر الآن. رائع. Did you found a mermaid؟ ها؟ huh? Yes. هذه ماريبال، ونحن سوف نوصلها إلى بيتها وأمها. أريد أن أكون with my mom. I understand. يجب أن تذهب ماريبال لأمها. Yes, but إن الطريق مغلق. دييغو، نحتاج لشيء كبير وقوي لنكسر به الصخور. رأيت في طريقي حيتاناً تسبح، وهي كبيرة وقوية. سننادي عليها لتساعدنا في دفع الصخور. Good idea, Diego. ساعدونا في إحضار الحيتان. قولوا أعوا. مجدداً أعوا. إنها تنجح. أعلى. أعوا. أهوا! انظروا، لقد سمعنا. شكراً على المساعدة. هلو ويل، نحتاج لعبور الصخور لنوصل عروس البحر إلى أمها. I can help you. هيا لنحرك الصخر. سأدفع الصخر بعيداً بذيلي. All aboard. لنساعد الحوت في دفع الصخور بذيله. ضعوا أيديكم هكذا كذيل الحوت، وحركوا أيديكم لأعلى وأسفل. حركوا حركوا حركوا. هل انفتح طريق الصخر؟ لنفعلها مجدداً. اصنعوا ذيل حوت وحركوا أيديكم. حركوا أيديكم. حركوا حركوا حركوا. هل انفتح الطريق الآن؟ فانتاستيك! نجحنا في عبور صخور المحيط. تقليد حيتان رائع. Thank you so much, Will. دييغو، شكرا على المساعدة. حظا طيبا يا ماريبال. See you later. عندما ترون البريق السحري في الهواء، حركوا أذرعكم لكي نتمكن من الحصول على الأجنحة. مستعدون؟ الآن حركوا أذرعكم. حركوا حركوا حركوا. أسرع. حركوا حركوا حركوا. استمروا في التحريك. حركوا 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 حركوا. حصلنا على الأجنحة. لقد وصلنا. بالحفل سعدنا وبالأجنحة. إنه حفل الفراشات. هيا لنجربهم. نحن نطير، نحن نطير. انظروا لأجنحة كل منا. نحن نطير، نحن نطير.
صغير. إكسلنت. هاي، لقد وصلنا جميعاً إلى حفل الفراشات وحصلنا جميعاً على الأجنحة. شكراً على دعوتك للا لحفل الفراشات. يس، ثانك يو. شكراً لك يا فراشة. هي. أمي، أمي. واو، إنه يستطيع السباحة. نعم، ديناصورات الأباتوسورس تسبح بمهارة. واو. داينو الصغير يريد العودة إلى بيته. نريد أن نساعد داينو الصغير ليسبح بسرعة. ضعوا أيديكم أمامكم و اسبحوا 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 اسبحوا. سباحة جيدة. زهرة زهرة، إن داينو الصغير يريد هدية أمه. أين وضعنا زهرة داينو الصفراء الكبيرة؟ في حقيبة الظهر، صح؟ هل بحثتم في حقيبتي عن زهرة داينو الصفراء الكبيرة؟ يجب أن تقولوا حقيبة. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. هلو، معي زهور كثيرة، لكن دورا وموزو ودييغو يريدون الزهرة الصفراء الكبيرة. هذه هي الزهرة الصفراء الكبيرة. لا، هذه زهرة صفراء صغيرة. أين الزهرة الصفراء الكبيرة؟ نعم، ها هي. Very good. يام 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 يام. Delicious. أمي أمي، داينو الصغير. عزيزي عزيزي، طفلي الصغير الجميل. أمي. أوه، هذه لي. لحمون ونباتيون، هيا ساعدنا في إطعامهم. ماذا علينا أن نطعمهم؟ ومن يأكل الشجرة ومن يأكل اللحم؟ هاي، إنه تمساح. دعونا ننظر بالجدول، هل هو نباتي أم لاحم؟ صحيح، هو يأكل اللحم، إذن فهو لاحم. لاحمون ونباتيون، هيا ساعدنا في إطعامهم. انظروا، إنها تبير صغيرة. ياه، ترى ماذا تأكل؟ هل هي نباتية أم لاحمة؟ كوركت، هي تأكل النبات، إذن هي نباتية. لاحمون ونباتيون، هيا ساعدنا في إطعامهم. يا حيوان الكسلان، إنه لطيف، دعونا نرى ماذا يأكل. حسناً، دعونا ننظر في الجدول، هل الكسلان نباتي أم لاحم؟ صحيح، نباتي. لاحمون ونباتيون، لقد ساعدتمونا في إطعامهم. وتعلمنا ماذا نطعمهم، ومن يأكل الشجرة ومن يأكل اللحم. شكراً لمساعدتنا في إطعامهم. And thank you too, cousin. هاي، إنه دييغو يتنقل بالحبل. Hello, friends. أمسكوا بالحبل وسنصل المدرسة very fast.
يجب أن نحترس من الحيوانات على الأشجار. انظروا أمامنا سنيكس. يجب أن نحذر the snakes من قدومنا. هل قلتم snakes؟ رائع. الآن نغني. the snakes على الشجر تقول 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 the snakes على الشجر تقول في كل الغابة. اجتزنا كل الثعابين. نحل the bees. يجب أن نحذر the bees من قدومنا. هل قلتم the bees؟ رائع. الآن نغني. the bees على الشجر يقول the bees على الشجر يقول في كل الغابة. لقد اجتزنا كل النحل. شكراً للمساعدة. ها هي المدرسة. أسرعوا، يجب أن نسرع بالدخول ونضع الآلات قبل أن يصل التلاميذ إلى المدرسة. هل سمعتم هذا؟ إنه صوت سنقر. هذا الثعلب المكار. سيحاول سرقة ذا تيتشرز جيتار. الآن هل ترون سنقر؟ أين؟ أهو خلف الشجيرات؟ نعم، ها هو. قولوا معنا. سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق. زاو 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 شكرا للمساعدة في إيقاف سنقر. أولي تمساح صغير. بريتو لا تتحرك. أستطيع المساعدة. أنا أعرف هذا الصوت. من هو؟ يس، إنه دييغو. I got you, بريتو. Hello, cousin. Hello. شكراً على مساعدة بريتو. لقد كنت أبحث عن هذا التمساح في كل مكان. منقذ الحيوانات فقط من يمكنهم الاقتراب من التمساح. ياه، يبدو خائفاً. سأخبره بأنني سوف أخذه إلى أمه في مركز الإنقاذ. هك 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 علي أن أعيده إلى مركز إنقاذ الحيوانات. إنه سعيد بعودته لمنزله مع أمه. باي باي ماي فريندز. باي دييغو. انظروا، إنه ابن عمي دييغو. هو أيضا جاسوس خارق. هلو كوزن. هلو كوزن. أهلا موزو. What is cousin؟ دييغو، يجب أن نعبر هذا النفق ونصل إلى حفل ميلاد تيكو قبل أن يسرق سنقر هداياه. لكن النفق مظلم وفيه ممرات ملتوية. كيف سنعرف أي طريق للعبور؟ سأخبرك. يعيش الوطواط في النفق. يستخدم الوطواط موجات صوتية ليعرف بها الطريق في الظلام. اسمعوا، يقول الوطواط إي إي. لننادي معنا الوطواط ليساعدنا. قولوا إي إي. إي إي. ها هو الوطواط. وتوتوت وتوتوت. سيخبرنا أي طريق نسلك، فلنتبع صوت الوطواط.
خمنوا معي في أي طريق طار الوطواط. اسمعوا. هل الوطواط في الممر الأول أم الممر الثاني؟ نعم، الوطواط في الممر الثاني. إذن سنسلك هذا الطريق. أمامنا ثلاثة ممرات. Let's listen. هل الوطواط في الممر الأول أم الممر الثاني أم الثالث؟ الوطواط في الممر الثاني. Come on. نجحنا في عبور النفق. أحسنتم الاستماع. دييغو، اتباع صوت الوطواط كان ممتعاً فعلاً. نعم. Thank you, Diego. Good luck. Hi, cousin. أهلاً يا جابور. أهلاً يا رفاق. هل أحضرت الطعام يا دورا؟ ليه؟ سنقر أخذه يا جاغوار الصغير. يجب أن نجده، يجب أن نجده. هيا، يمكننا أن ننزل النهر بزورقي لنبحث عن الطعام. مجاديف وسترات نجاة لنكون في أمان. لنستخدم مصباحي في البحث عن الطعام. لو رأيتم الطعام، قولوا طعام. طعام، ها هو هناك. إنه ينجرف بعيداً. علينا أن نقترب منه بسرعة. ضعوا أيديكم أمامكم هكذا وجدفوا جدفوا جدفوا. أسرع. جدفوا 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 جدفوا. اقتربنا، اقتربنا. أمسكت به، أنا أمسكت به. إمساك جيد يا جاغوار. شكرا لكم على التجديف معنا. ماو ماو. انظروا، ها هو مخيم الغابة المطيرة. لقد وصلنا. لقد وصلنا إلى مخيم الغابة المطيرة. سنخيم الآن تحت النجوم. هي ماو ماو. ستكون هذه رحلة رائعة حقا. دورا، موزو، أيمكن أن أتناول هذا الطعام الآن؟ نعم يا جاغوار الصغير. ديليشيس. لذيذ جدا. تيستي. إنه لذيذ. ماو ماو. ياه، الجسر يختفي. بي كيرفول كوزن. هذا هو صوت دييغو الفارس. ياه ماي كوزن. علينا أن نعبر هذا الجسر لكي ننقذ الأمير. دورا، ستحتاجين إلى أحادي القرن، فهو الوحيد الذي يمكنه عبور جسر قوس قزح. وكيف سنجده الآن يا دييغو؟ I'm sorry, Cape. العملاق يخيفهم دائماً. لا، علينا أن نصل إلى الأمير الآن، لكننا نحتاج إلى أحادي القرن. واوا 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 واوا. وجدناه. الشنشلة سوف يساعدنا. يمكننا أن نحوله إلى أحادي القرن. كيب، هل يمكنك فعلها؟ يس يس، I can do it. علينا أن نقول لوشاح الخدع أن يحول الشنشلة إلى أحادي القرن. قولوا The Tricks Cape. فانتاستيك، رائع.
زالت بعض الألوان ناقصة. علينا أن نملأ الألوان الناقصة. انظروا، إن الألوان لها ترتيب. هذا الترتيب هو أحمر برتقالي، أحمر برتقالي، أحمر. ما اللون التالي؟ البرتقالي، صحيح. هيا بنا الآن. هذا الترتيب هو برتقالي أصفر أخضر، برتقالي أصفر أخضر، برتقالي. ما اللون التالي إذن؟ أصفر، كوريكت. هيا بنا. أصفر أخضر أزرق قرمزي، أصفر أخضر أزرق قرمزي، أصفر أخضر أزرق. ما اللون التالي إذن؟ قرمزي. Very good. نعم، لقد عبرنا ألوان قوس قزح. لقد عبرنا جسر قوس قزح. شكراً للمساعدة. سأذهب للبحث عن باقي أحادي القرن. Thank you. Where is the party? Yes, there it is. لكن يا دورا، أنا على الجمل. وأنا على الفيل. يجب أن نجد الحصان لك. نعم، يجب على الملوك أن يركبوا حيوانات وإلا لن يبدأ الحفل. سنجد الهورس. لابد أننا سنجده هناك. هيا، let's go. هيا نبحث عن الحصان لأركبه في حفل الملوك الثلاثة. هالو دورا. إنها صديقتنا نيلي. ربما تكون رأت الحصان. هالو موزو أندييغو. هالو. ياه، تبدون رائعين. But Dora, where is your horse? I don't know. أظن أنني أعرف كيف نجده. كيف كيف كيف؟ في المكسيك، في يوم الملوك الثلاثة، تضع عائلة التبن في أحذية لتطعم الفيل والجمل والحصان. انظروا، هذا الحذاء فارغ. لابد أن الحصان كان هنا وتناول التبن. آه، لا تقلق يا موزو. انظر، لقد أسقط الحصان بعض القش. سنتبع القش لكي نجده. Good idea نيلي. تفكير جيد. نراك لاحقا في الحفل. أراكم هناك. See you later. Thank you. يجب أن نتبع الطريق الذي به القش لنجد حصاننا. أي طريق به القش؟ الأول أم الثاني؟ الطريق الثاني، رائع. هيا بنا. ياي، ثلاثة طرق. أي طريق به القش؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثاني، صحيح. هل ترون الحصان؟ Yes. Fantastic. ها هو. Very good. إنه يجري بسرعة. It's very happy. لقد قلقت عليك يا حصان. I love you so much. هذا الحصان يحب دورا جدا، وأنا أحبه جدا أيضا. وانظروا، صديقاه سعيدان جدا برؤيته. أيها الملكان، هل نحن مستعدون لنركب حيواناتنا ونذهب إلى الحفل؟ نعم. Let's go. لا يا موزو لا، نحن نسير في الطريق الخطأ. سوف أنقذكم. To the rescue. أنا أعرف من هذا. من هذا؟ دييغو. ووهو.
جاجو؟ يس، ثانك يو. على الرحب يا أصدقاء. يا هذا رائع. Great my cousin. Thank you cousin. دييغو، سوف نفتح حديقة التزلج لكل الأصدقاء لنلعب معا. هذا رائع. Can I help? Yes of course. رائع. إلى أين سنذهب يا دورا؟ الطريق المموج المنحنى حديقة التزلج. لقد عبرنا الطريق المموج، صح، ونزلنا المنحنى الكبير، صح. إلى أين سنذهب الآن؟ حديقة التزلج، صحيح. هل الحديقة من الطريق؟ The blue, red, yellow or purple? Purple, correct. هيا، Let's go. هيا لنفتح حديقة التزلج لكل الأصدقاء. أريد أن أذهب إلى هناك. هي، إنه دييغو ابن عمي. My cousin. Hello. دييغو، نحن نحاول أن نعيد هذا الثعلب الصغير إلى أمه. وسنقر يساعدنا. سنقر يساعدكم؟ هذا رائع. ووف ووف ووف. دييغو، هل يمكنك مساعدتنا لنعرف أي الحيوانات تعيش في غابة الأشواك الحادة؟ طبعاً، سأستخدم حاسوبي الصغير لأن عليه معلومات كثيرة عن كل الحيوانات. أولاً، علينا أن نجد غابة الأشواك الحادة. أي غابة هي غابة الأشواك الحادة؟ صحيح، انظروا، في غابة الأشواك الحادة أنواع كثيرة من الحيوانات. الوطاويط ستخيفكم، الغربان ستطاردكم، والعناكب السريعة ستهاجمكم. وكيف نستطيع أن نهرب من الوطاويط والغربان والعناكب السريعة جداً؟ هناك طريقة واحدة يا موزو، عليكم أن تركضوا. ران. انتظر يا صغير. ويت. انتظرنا. هذا الصغير شجاع، يركض في الغابة وحده. وهي هي الوطاويط، إنها تحاول أن تخيفه. لحظة، يجب أن نقول للثعلب الصغير أن يركض. قولوا رن. يجب أن نقول للثعلب الصغير أن يقفز. قولوا جامب. يجب أن نقول له أن يركض يركض ثم يقفز. قولوا رن رن جامب. قولوا معي رن رن جامب. رن رن جامب. لقد هرب الثعلب الصغير من الوطاويط. ها هو. هلو دورا. أهلا موزو. أهلا يا قراصنة. أهلا دييغو. كوزن، نحتاج مساعدتك. يجب أن نجد الدرافيل حتى توصلنا لنعبر البحر الطريف. نعم، يجب أن نعيد لعروسة البحر ماريانا تاجها السحري. يصعب إيجاد هذه الدرافيل. يمكننا استخدام منظاري للبحث عنها. هيا اصنعوا منظاراً بأيديكم للبحث عن الدرافيل. هل ترون أي درافيل؟ نعم، رأيت اثنين. There they are. أراهما.
يجب علينا أن ننادي عليهما. قولوا سكويك سكويك. أعلى سكويك سكويك. لقد سمعنا. يو يو يو. سأسألهما إذا كانا سيوصلكما. سكويك 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 سكويك. يقولان سيوصلكما. هي ثانك يو ديغو. شكرا يا قراصنة. هيا يجب أن نعيد التاج السحري إلى ماريانا حتى تتمنى أن تعود المملكة نظيفة وننقذ كل عرائس البحر. كمان هيا بنا. سوف نرى الكثير في البحر الجميل العجيب وأيضا الغريب. أي غريب أو طريف أخبروني به. هناك سمكة تموء الآن في البحر الطريف. هل لديكم فكرة أي حيوان تشبهه السمكة؟ قطة. سمكة قطة. سمكة تنبح الآن. إنها خلف الضباب. لا أراها بالضبط. أي حيوان تشبهه السمكة؟ إنه كلب. لم أرى سمكة تشبه الكلب من قبل. سوف نرى الكثير في البحر الجميل العجيب وأيضا الغريب. أي غريب أو طريف أخبروني به. هناك سمكة الآن إنها في البحر الطريف. أنا أسمعها. أي حيوان تشبهه السمكة؟ بقرة. سمكة بقرة. هناك سمكة تصيح الآن في البحر الطريف. إنها ترقص بابتسامة. أي حيوان تشبهه؟ دجاجة. سمكة دجاجة. واو، هذا البحر طريف وغريب. علينا أن نضرب بأرجلنا مع يونيكورن لكي ينجح السحر. اضربوا بأرجلكم. اضربوا اضربوا اضربوا. إننا ننجح. اضربوا 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 اضربوا. رائع نجحنا. هيا نذهب للعنقاء ليعرف أن الملك يونيكورن والتنين الملك أصبحا صديقين لكي يعيد أطلانتس مجددا. وترى التنينة الصغيرة أمها. ماما فيريتيز، ها هي أطلانتس، إنها تحت الماء. لكن الشمس تغرب، ليس لدينا وقت. علينا أن نظهر للعنقاء أن أحادي القرن والتنين أصبحا صديقين قبل غروب الشمس. كيف سنظهر له يا دورا؟ ربما يتعانقان. يونيكورن، دراجون، you have to hug each other. عناق؟ hug each others. لما لا يتعانقان يا دورا؟ أعتقد أن يونيكورن والتنين تشاجرا لفترة طويلة ويصعب عليهما أن يتعانقا. لكنه الحل الوحيد الآن ليعيد موطنهما. ماذا لو علمناهما؟ إنها فكرة رائعة يا دورا. لنتعانق جميعا الآن. ضعوا أيديكم حول جسدكم و عناق عناق عناق. هيا استمروا. عناق عناق عناق. الشمس على وشك الغروب. عناق.
أن يراهما العنقاء. انظروا، أهو العنقاء؟ نعم. إنه يعيد أطلانتس. انظر، إنه ابن عمي دييغو. هاي، هناك شيء ما يسقط. هل ترون شيئاً يسقط؟ نحتاج مساعدتكم. يجب أن نقفز من فوقه. لتخبرونا متى نقفز قولوا جامب. هلا قلتم جامب؟ قولوا جامب. رائع، لقد اقترب من دييغو. قولوا جامب. 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 لقد اقترب من موزو. قولوا جامب. اقترب من دورا. قولوا معنا جام. ياليه، لقد اقترب منكم أنتم. يجب أن تقفوا لتقفزوا من فوقه. قفوا من فضلكم. هيا 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 قفوا. استعدوا للقفز. حين نقول جام اقفزوا، إنها قادمة. جام. قفز جيد. Good jumping. وشكراً لقولكم جام. انظروا، كنا نقفز فوق بيضة. بيضة كبيرة. ياه، انظروا إلى البيضة. الصغير يحاول الخروج. أوه، إنه لطيف. أعتقد أنه يشعر بالنعاس. إنه سوف يسقط. علينا الإمساك به يا دييغو. ساعدوني وأمسكوا به. ضعوا أيديكم أمامكم وأمسكوه. أمسكوه. أمسكوه. إكسلنت، أمسكناه. أهلاً دييغو، هل ستأتي لتراني وأنا أرقص؟ مع الأصدقاء في سيرك الحيوانات. أجن؟ إنه يشعر بالنعاس مجدداً. وأيضاً هو ينام كثيراً. إذا ظل نائماً لن يصل إلى السيرك في الوقت المحدد. سيفعلها، سوف أحمله. Thanks, Diego. Come on. من المفترض أن يكون الجسر أمامنا. يوجد شيء يغلق طريقنا. أعتقد أنني أعرف من هو. من هو؟ كوراك، الديك الأحمر الكبير. أهلاً أيها الديك الأحمر. أوه، أهلاً دورا. أهلاً دييغو. أرى أن عليك أخذ أقاربك الصغار. أهلاً يا رفاق. أهلاً. أيها الديك، أين يوجد القزم العجوز؟ أنا هنا، ولا يمكنكم عبور جسري إلا إذا كنتم أخف وزناً من الفيل الأبي الكبير. باك باك، أنا لا أعرف إذا كنا أخف وزناً من الفيل الكبير ونحن قد نكون أثقل. حسناً، عليك أن تكون أخف وإلا انكسر الجسر. نحتاج لمعرفة إذا كان كل الدجاج أخف وزناً من الفيل الكبير. علينا أن نجعل الديك والصغار يصعدون إلى الميزان لكي نعرف ما إذا كانوا أثقل وزناً أم أخف وزناً. لنشاهد الميزان، والكفة التي سوف تنزل للأسفل هي الأثقل. ما التي نزلت؟ الديك، هو والصغار أثقل. ولن نستطيع عبور الجسر الآن. نريد القيام للسيرك، ولكننا نريد الذهاب. نحن علينا عبور الجسر. نريد حقاً الذهاب إلى السيرك. انتظروا. لا
تخرج الآن من على الميزان أيها الديك الأحمر؟ نعم، دعونا نعرف إذا كان الديك الأحمر وبمفرده سيكون أخف أم لا. شاهد الميزان عندما تخرج منه الصغار الآن، ودعونا نرى أيهم سوف يكون أثقل. هيا أيها الدجاج اقفزوا وسنمسككم. من الأثقل؟ إنه الفيل. وهذا يعني أن الديك الأحمر يعتبر أخف وزنا من الفيل، وبهذا يمكنكم عبور جسري. هل ترون الجاغوار الصغير؟ Yes, there it is. جاغوار صغير. دييغو، دورا. ماو ماو. أهلا جاغوار الصغير. أنا سعيد لرؤيتكما. إنه مكان ممتع جدا. أصبح لدي الكثير من الأصدقاء من الديناصورات و. هذا الصوت مثل تيرانوسوركس. هل ترونه؟ ها هو، رائع. يجب أن تعود إلى حفل عيد ميلادك. فكرة جيدة يا دورا. الأرض تهتز. نعم، لا أعتقد أن هذا مجرد جبل. ما هذا؟ ما هذا؟ إنه بركان. أولي، ترى الوشاح. إنه يتجه إلى أعلى البركان. نحن نحتاج إلى الوشاح لنعود مجدداً. علينا أن نحصل على الوشاح. أنا أرى شخصاً ما يستطيع مساعدتنا. إنه الديناصور المجنح. أستطيع إحضاره؟ أستطيع إحضاره. إيك إيك. واو. احترس أيها الصغير. أنا بخير يا دورا. أستطيع أن أمسك به. لا، إنه يذهب إلى أعلى البركان خلف الوشاح. لا أستطيع رؤيته. أتمنى أن يكون بخير. الديناصور المجنح، كن حذراً. لم يخرج بعد. لقد أخذ وقتاً طويلاً. سوف يكون بخير. إذا رأيتم الديناصور المجنح قولوا الديناصور المجنح. هل ترونه؟ ها هو. فعلها. هل أحضر الوشاح؟ نعم. رائع. رائع أيها الديناصور المجنح. أحضرته، أحضرته. تحتاجه لتعود إلى البيت، صحيح؟ هذا صحيح جدا، شكرا. نعم، لقد كنت رائعا، أصبحت طائرا ماهرا جدا. ماو ماو. هاي، هل أنت من فصيلة البشر مثلهما؟ لا، أنا جاغوار، واليوم هو عيد ميلادي. أوه، عيد ميلاد سعيد يا جاغوار. ستعود للبيت مع أصدقائك. هذه فكرة رائعة. هاي، انظروا، إنها ديناصورات كامسجنيتي الصغيرة. هذه ديناصورات؟ إنها صغيرة كالدجاج. إنها من أصغر الديناصورات وتجري بسرعة شديدة. رائع. صغاري 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 الثلاثة عشر. ياه ليه، أم الديناصورات الصغيرة هناك على الجانب الآخر من النهر. الثلاثة عشر ديناصوراً يريدون أن يعبروا النهر مثلنا تماماً. نريد أن نجد جسراً ضخماً جداً ومنخفضاً جداً. من يكون جسراً لنعبر عليه؟ دينو صغير. دينو صغير. انظروا كيف يمد جسده. دينو سيكون جسرنا؟ رائع يا دينو الصغير. ياه
يتدفق بقوة. الماء يعلو ويعلو. يجب أن نساعد الصغار على عبور النهر بسرعة جداً. أسرعوا، عدوا صغار الكمسجنيتس الثلاثة عشر معنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. عد جيد، انظروا، صغار الكمسجنيتس الثلاثة عشر عبروا النهر ووصلوا لأمهم بسلام. شكراً للمساعدة. دينو الصغير عالق في النهر والماء يعلو. النجوم ستساعدنا لنحضر النجوم. قولوا ستارز ستارز. سفير بطل عدد. انظروا، النجوم المغامرة ترفع دينو الصغير خارج النهر. أحسنتم يا نجوم. ثانكيو يا عدل وبطل وشديد. شكرا. بطل عدل شديد. إنه بارد جدا. بارد جدا جدا. علينا أن نعبر النفق بسرعة. كويك كويك كويك. ماريبوسا ويت. دارا الفراشة تنام. إنها تسقط إنها تسقط. أستطيع المساعدة. ياه شخص ما قادم. من هو؟ صحيح إنه دييغو وجاغوار الصغير. لقد أمسكتها يا دورا. دييغو دييغو، الفراشة ستأخذنا إلى حفل الفراشات، وعندما كانت تطير في النفق نعست. لأن الجو بارد هنا، والفراشات لا تحلق في الجو البارد، تشعر بالنعاس. دييغو، تستطيع أن تقوم بتدفئتها؟ طبعاً، إذا نفخنا الهواء على أجنحة الفراشة فسنعيد الدفء لها، وبعدها تعود للطيران. هل يمكنكم مساعدتنا في تدفئة الفراشة؟ رائع، لنفعل هذا سوياً. ننفخ 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 ننفخ. يا لقد فعلناها، لقد استيقظت. أهلاً يا فراشة. هذا دييغو، وقد ساعدك على الاستيقاظ. Are you okay? Yes, yes. Thank you, thank you, thank you very much. أنا سعيد لأنك بخير. هيا بنا. انظروا، حيوانات الكابيبيرا تقطع طريقنا. يمكنني المساعدة. إنه دييغو ابن عمي. My cousin. يجب أن نخبر الكابيبيرا أن تفسح الطريق. قولوا إي 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 إي. أوشك الطفلان أن يصل إلى البولكينو. يجب أن نسرع. المزيد من الطرق. ترى أيها سلك الطفلان، هيا نفترق. أنا سأذهب من هنا. وأنا سأذهب من هنا. وأنا من هنا. وأنا من هنا. ونحن سنذهب من هنا. Help me. يجب أن نساعد جراندما لتتأرجح فوق الأشواك. لنساعدها على التأرجح. قولوا تأرجحي تأرجحي. آلي تأرجحي. أي أي أي. واو واو. على أمي أن تتسلق الصخور. لنساعدها على التسلق. قولوا كلايم. كلايم.
بيبي أن يقفز ليعبر بركة الطين. لتساعدوه على القفز قولوا جمب. آلي جمب. قولوا جمب. دييغو يجب أن يزحف تحت فروع الأشجار. لتساعدوه على الزحف قولوا كرول. آلي كرول. قولوا كرول. كرول. أنا متحمس لرؤية الاستعراض. جاكوار الصغير وموز متحمسان جداً. كل شخص هنا متحمس. Welcome all friends. ومرحباً بكم في سيرك موزو وجاكوار الصغير في سيرك الحيوانات الرائعة. Welcome friends to our circus. أهلاً بكم يا رفاق في سيركنا. أسعدتمونا. أسعدتمونا بالحضور إلى سيركنا. والديك الأحمر يرقص ويتحرك هكذا. وإيسا الآن تمشي على الركائز وترقص. والكل معنا اليوم يرقص في السيرك ويمرح. هيا لفوق بريت سعيد. الكسلان يرقص. إنه يسقط. من الذي سيمسك الكسلان؟ سنقر. أحسنت يا سنقر. سنقر يتأرجح ويتأرجح. والقطط الصغيرة ترقص وتغني. قلعنا للحيوانات الرائعة. رائع جدا. استمتعنا جدا في سيرك موزو وجاكوار للحيوانات الرائعة. يمكنك أن تعيد أطلانتس وتنقذ على من قد يعيش دوما. ولكي تنجح في هذا لننسى الخلافات ونتصالح. أنتما لم تحاولا أبدا أن تعرفا إن كنتما ستكونان أصحاب. وإن أردت المساعدة أنا أعدك أن التنين سيكون لك صديقاً. هيا نبدأ من الآن. أصحاب أحباب دوماً معاً. أصحاب أحباب دوماً معاً. ماذا لو ملك التنانين لا يريد مصادقتي؟ عليك أن تحاول يا يونيكورن. صديق، ربما كنت مخطئاً. وفي برد الشتاء يمكن أن تدفئنا نيرانكم. سأضيء ليلكم مهما كان طريقكم. سوف نري العالم على الصداقة بالوفاء والاحترام. أصحاب أحباب دوماً معاً. أصحاب أحباب دوماً معاً. لقد كانت أغنية رائعة يا دورا. Thank you. أريد أن أغير العالم وأعيد جزيرة أتلانتس. All right. سأفعلها. سأحاول. Hey.